واخيرا نزل اعلان لفيلم جديد لعالم مارفل السينمائي، الاعلان الاول لفيلم ثور لاف اند ساندر، الاعلان اللي بيظهر لنا فيه الاسطوره كريستيان بيل لاول مره في دور جور ذا جاد بوتشر، وراسل كور في دور زيوس. فيا ترى ايه ماضي الشخصيات دي في الكوميكس؟ تعالوا نحاول نعرف، ونحاول نعرف كمان ايه ممكن يكون دورها في الفيلم ده، وايه التفاصيل اللي ممكن نكون مخدناش بالنا منها في الاعلان ده. فياريت تنزل تشترك في القناة وتسيب لايك على الفيديو عشان اقدر اكمل. ومن غير كلام كتير، معاكم كريم مشاهد من مملكة المشاهد. خلونا نبدأ الفيديو. الاعلان بيبدأ مع كورج وهو بيحكي قصة ثور من بعد اند جيم، اللي ما ننساش ان ثور مشي مع جارديان اوف ذا جالاكسي، فبالتأكيد في اول الفيلم ممكن الربع الساعة الاولى يبقى فيها الجارديانز مع ثور اللي ليهم كيمستري جميلة جدا مع بعض. ويا ترى الجارديانز مع ثور فيلم ده هيعرفوا يدوروا ويلاقوا على الفيريانت جامورا ولا لا؟ وفي المشهد اللي بعده بنشوف شخصيتين طالعين الشجرة اللي قاعد تحتها ثور، ودول تقريبا اللي قالوا لثور ان الارض في خطر وراح عشان ينقذها من الحاجات السودة دي اللي شبه السيمبيوت اللي هما الجنس اللي منه فانوم. بس للأسف حقوق السيمبيوت مع سوني، فماريفل صعب تستخدمهم برا أفلام سبايدر مان. وهنا ظهور مليونير وثور بيحاول ياخده، بيبعد عنه وتاخده جين فروست ثور الجديد. طيب هنا في كذا سؤال لازم نسأله، المطرقة دي جت منين؟ مش هلا كسرتها؟ هنا لو تلاحظوا ان المطرقة عليها شقوق كتير، وفي كذا مشهد برضو بنلاحظ ده، فتقريبا ده عشان دي هي المطرقة اللي كسرتها هلا، والمطرقة دي ما تصلحتش، دي اتجمعت مع بعض عن طريق قوة البرق بتاعت ثور، وقوة البرق هي اللي مجمعاه القطع بتاعتها مع بعض زي المغناطيس كده. او ممكن تكون مطرقة جديدة جدا، الله اعلم، هنشوف الفيلم. طيب جين فروست بقت ثور ازاي؟ يمكن اللي اختارها تبقى ثور هو زيوس، اختارها انها تبقى ثور حامل الارض، بما ان ثور الحقيقي ساب الارض ومشي. وهشرح لكم ليه زيوس ممكن يبقى ليه دور في ده لما نوصل للحته اللي بيظهر فيها زيوس في الاعلان. بس في الكوميكس جين جالها قوه ثور عشان تتعالج من السرطان، بس شكله مش ده السبب في الفيلم ده، ادينا هنشوف. وهنا جين بتقول لثور بقالنا 3 سنين ما شفناش بعض، وهو بيقول لها لا 8 سنين و4 شهور، وده بيدل ان هما الاتنين مش غلطانين. بالنسبة لجين هما كانوا 3 سنين فعلا، وبالنسبة لثور هما كانوا 8 سنين، وده بيأكد ان جين راحت في البليب مع اللي راحوا في انفينيتي وور بعد طرقعة ثانوس. وده برضو بيخلينا نعرف ان الفيلم ده بيقع احداثه في 2025، الزمن وخط الاحداث الرئيسي للام سي يو. وبنشوف كام مشهد لأولمبيس دايمنشن، ده المكان اللي بيعيش فيه زيوس وبقية البانسيون بتاعه، وكمان هما اللي ادوا قوة اودين وثور والاسغارديان قوتهم، ده في الكوميكس. فكده ترتيب الكائنات في الام سي يو، هما بشر فوقيهم الاسغارديان، واللي فوقيهم زيوس وأولمبيس، ودول اللي فوقيهم بقية الكوزميك انتيتي اللي بيظهر تماثيلهم في الاعلان زي الليفن ترايبيونيل، وهو رئيس العدالة، زي كده ما يكون قاضي للمالتي فيرس كله، والتمثال اللي جنبه للووتشر اللي شفناه في تمثيلية وات اف. والناحية التانية دي راس ديس حبيبة ثانوس في الكوميكس، واللي جنبها تقريبا دي انفينيتي، وفي ما بينهم تمثال مش واضح قوي هو مين، بس ممكن يكون ايون من الكوميكس اللي كمان بيتسمى هي هويت. فممكن يكون المكان ده هو المكان للتواصل مع وأولمبس، مش عارف الحقيقة. وبنيجي بقى لأهم مشهد في الإعلان، ظهور أخيرا لجور اللي بيلعبه العبقري كريستيان بيل، شكله حلو جدا، وأكيد مع أداء كريستيان بيل هيعمل عظمة في الفيلم ده. بس نيجي عند الباك ستوري وماضي جور من الكوميكس. جور كان عايش في كوكب صحراوي، كل يوم الناس بتموت من الجوع،
ومراته وعياله ماتوا من الزلزال اللي حصل، واللي فضلوا عايشين منهم ماتوا من الجوع. فجور خرج في الصحراء عشان يموت، بس لقى ساعتها معركة كبيرة جدا بين كائن اسود اسمه نل وكائن بدرع من الذهب. فالكائن اللي من الدرع من الذهب ده كان بيتغلب من نل. اصح نل ده يعتبر ملك كل السيمبيوت، وهو اقواهم واقوى من فانوم بكتير جدا. فالكائن الذهبي ده طلب من جور المساعدة، بس جور كان متضايق جدا ان الكائنات دي موجودة ومساعدتهمش وهم وعيلته ومراته بيموتوا من الجوع. فهنا سيف نل بيتحول ويشبك في جور، وبيتحول للسيف اللي بنشوفه في الاعلان اللي هو All Black Necro Sword، وهو ده اللي بيدي الجور القوة انه يقتل الكائنات دي، وبيبقى عنده قوة معادلة لقوة سور. بس ده في الكوميكس، مش عارف الفيلم هتبقى قصته عاملة ازاي. وهنا بيوصلوا الأولمبس سور وجين وفالكري على ظهر مركب بتسوقها معيز، وبيحط فيها سور الستورم بريكر اللي بيقدر يستدعي الباي فروست اللي بيخليهم ينتقلوا بسرعة عبر الكواكب. وتقريبا زيوس وبقيتهم في أولمبس ممكن يكونوا فاكرين سور هو اللي قتل الكائن العملاق اللي بنشوفه ميت في الإعلان، عشان كده زيوس بيثبته وهم يكونوا مش عارفين أي حاجة عن جور أصلا، يمكن يكون ده السبب. وبنشوف ظهر سور العريان، وعلى ظهره بيبقى مرسوم الخوذة بتاعت لوكي. طول عمر سور بيحب لوكي جدا، وده كانت لفتة كويسة قوي من سور. وبنشوف كام مشهد لمعركة فالكري مع جور وهي ماسكة صاعقة من صواعق زيوس. يا ترى زيوس هو اللي اداها لفالكري، ولا جور قتل زيوس وفالكري اخدت قوته مؤقتا؟ لسه ما نعرفش. وسور وجور، كريستيان بيل وكريس هامسورس، مش عارف هتبقى ايه الكيمستري ما بينهم. انا واثق طبعا في اداء كريستيان بيل، ويا رب يعرف ياخد وقته على الشاشة. والمفروض الفيلم ده يبقى اطول من فيلم مالتي فيرس اوف مادنس اللي لغاية دلوقتي مش عايز اتكلم عنه، بس اتمنى وهثق في تايكا واتيتي المخرج والكاتب للفيلم ده، اللي اكيد هيحاول يستغل كل الممثلين الكبار جدا دول بطريقة صحيحة في الفيلم. ونسبة حماستي وانتظاري للفيلم ده بعد الاعلان هو 9 من 10. وما تنساش ان ده رأي مشاهد من مملكة المشاهد، ياريت تشتركوا في القناة ودوس لايك على الفيديو طالما عجبكم، فعل جرس الاشعارات عشان تجيلك الفيديوهات اول باول، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.